ديال التنميه والتعاون تعقيد جمع العام العادي لاربع سنوات من التسيير زائد اربعه اشهر، لان الجمع العام اخرنا على الموعد ديالو للظروف الطبيعيه، وحتى اليوم جينا نيت في البرد، اخرنا على شهر 10 على حسب البرد وجينا نيت في البرد. اولا سؤال الناس ديال السلطة المحلية، ثم السيد رئيس المجلس الجماعي، ثم الضيوف اللي شرفونا بالحضور ديالهم، وبجميع السكان اللي كيعتبروا منخرطين اصليين ديال الجمعية الحمادية للتنمية والتعاون. نشكروا هبة بريس على التغطية ديال الجمع العام اللي اليوم كان ديال الجمعية الحمادية للتنمية والتعاون، اللي كانت فيه قراءة ديال التقرير الأدبي والتقرير المالي، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع المنخرطين بالإجماع. جمعية عاودوا جدوا الثقة في شخصنا كرئيس، وعطونا الصلاحية ديال اختيار المكتب اللي غادي يخدم طيلة اربع سنوات المقبلة. الجمعية كتهدف الى خدمة الساكنة من الماء الصالح للشرب، من الطرقات، من اصلاح ديال المسجد، وربطت الصلة بين الناس في المناسبات وفي الاحتفالات ديالهم. من هذا المنبر الاعلامي ديال هبة بريس كنتوجه بالشكر لجميع السكان وجميع الضيوف اللي حضروا معنا اليوم وشرفونا في هذا الجمع العام. كنشكروا كذلك الناس اللي كيساهموا معنا من بعيد ومن قريب. كنشكروا الجمعيات اللي دايره بالدوار، كاينه جمعيه الامل ديال بن القاسم، كاينه الجمعيه ديال القصيبه ديال سعيد ابراهيم، كاينه الجمعيه ديال المقبره، والجماعه الترابيه ديال سيدي احمد عمر الشكر كذلك موصول لها وعلى راسها السيد الرئيس. الحمد لله الذي جمعنا بغير حول منا ولا قوه. بادئ اديبا نشكر جمعيه ديال حمادي وعلى راسها السيد احمد سعيد واعضاء ديالها، والشكر موصول كذلك للساكنه اللي حضروا لبوا الدعوه، جميع المنخرطين واللي شرفوا المستشارين اللي شرفوا هذا المجلس. ان دل هذا على شيء فانما يدل على التلاحم والتعايش والتمازج بين افراد الساكنه. نطلب الله تبارك وتعالى يدومها نعمه علينا ويذهب عنا غيظ الشيطان وغيظ الشياطين. نطلب الله تبارك وتعالى ييسر جميع الامور الجمعيه وحتى تمشي قدما في انجاز جميع المشاريع اللي كتطلبها هذه الدوار اللي كنعيشوا فيه. الحمد لله احنا كلنا اخوانا، اخوان، بعضنا يحب بعض وتجالسوا بعضنا بعض. نطلب الله تبارك وتعالى يديم علينا نعمه. بمناسبه الجمع العام هنا في العادي في يتحمادي، كنقدموا الشكر للجمعيه ونرحبوا بالضيوف ورئيس الجماعه السيد احمد عمر والرئيس ديالنا والجمعيه والاعضاء ديالها، وكنشكرهم بزاف وكنشجعوهم باش يزيدوا بالقدام ان شاء الله بهذه المبادره هذه وهذا اللي كيسهروا هنا على الساكنه من كل حاجه وعلى المسجد وعلى كل حاجه. نشكر الجميع. الجمع العام دار بالشفافيه ونزاهه وبخير وعلى خير الحمد لله. كنشكر الجمعيه الحماديه وعلى راسها السيد احمد سعيد من المجهود اللي كيقوم به ومن الثقة اللي فيه، وكنشكرهم بزاف على الجهود اللي كيديروا بزاف، وهذا الشيء كنسلم على الجميع والسلام عليكم. Pour nous rejoindre, ne pas abonner à la chaîne YouTube ou partager la vidéo dans votre groupe ou en fait sur votre chaîne. Ne pas oublier de dire j'aime ou de tourner la cloche pour que vous soyez comme jamais.